السلام عليكم مشاهدي الكرام، ومرحبا بكم في قناة محسن الغزالي للسفر والتجوال وتصوير المشاريع بمدن المغرب. اليوم كنتواجدوا بالعاصمة المغربية الرباط في هذا الصباح الباكر باش نلقى لكم آخر المستجدات ديال هذا المشروع ديال تغطية هذه الساحة ديال مولاي الحسن اللي كتواجد بحي حسان بالعاصمة المغربية الرباط والمعروفة أيضا ببلاس بيتري. كيف ما قلنا بأن الموقع فاش تتواجد هاد الساحة وهي حسان، موقع حي حسان، احنا الآن كنتواجدو بشارع باتريس ليمونبا باش نقول لكم آخر المستجدات ديال هذا المشروع هذا. كيف ما تتشوفوا معنا الآن، ها المشروع هادي غادي تقريبا الأشغال ما فقدش فيه بزاف. كيف ما تتعرفوا كل مرة نحاول نصور لكم آخر المستجدات ديال هذا المشروع هذا. من الموقع العاصمة المغربية الرباط، محسن الغزالي يحييكم ويشكركم على الدعم ديالكم المستمر للقناة، وبفضل الله سبحانه وتعالى وإياكم ودعمكم المستمر باش حنا مستمرين إن شاء الله حتى نطلع متابعين الكرام على آخر المستجدات ديال هاد المشاريع مدينة الرباط والمشاريع الأخرى قريبا إن شاء الله. كيف ما تشوفوا معنا الأشغال هنا في المواصلات، أنا مفقاش فيها الساحة الأشغال كثيرة. هذا هو المرآب الباركين اللي كاين تحت هذه الساحة هذا. كيف ما تشوفوا معنا الآن تنحاول نصور لكم من الأعلى، شوفوا الأشغال فين وصلت. انتما كتشوفوا معنا الآن، ننقل لكم آخر المستجدات من الموقع. كيف ما تشوفوا معنا هذا المشروع هذا اللي غادي يكلف الميزانية ديالو 3 ديال المليار و 800 مليون سنتيم. كيف ما تشوفوا معنا هنا الوسائل المستخدمة في هذا المشروع، انا كنحاول نقرب لكم الصورة. هذه هي الساحة اللي كانت معروفة ببلاس بيتري او ساحة مولاي الحسن كما كيقولوا ليها. كيف ما تشوفوا معنا الان كنحاول نصور لكم عدة زوايا حتى تكتشفوا هذا المكان من اكثر من عدة زوايا. من بان الشركة المكلفة بهذا المشروع وهي شركة الرباط للتهيئة، صراحة ملي غادي يكمل هذا المشروع يولي زوين. هنا كيف ما تشوفوا معنا هنا هذا هو الشارع مولاي الحسن. كيف ما تشوفوا معنا بان هذه الساحة هذه جات على الشارع مولاي الحسن، اما بالنسبة لهذا الشارع هذا فهو باتريس لومومبا. كيف ما تشوفوا معنا احنا الان كنتواجدوا حمام لا سي دي جي باش كنصور لكم من زاوية اخرى. كيف ما تشوفوا معنا الان هذا الشارع هذا اللي قلنا بان هو شارع مولاي الحسن. الى مشيتي مع نيشان راه كاين تقريبا تما كاينه ما بعيدش بزاف شارع محمد الخامس، الهبطه ديال على اليمين على بعد تقريبا واحد 150 متر كاين شارع محمد الخامس المعروف في مدينه الرباط. كيف ما تشوفوا معنا هذا هو الشارع ديال الهبطه ديال هذا الشارع وهو قلنا باتريس ليمونبا. كيف ما تشوفوا معنا حنا دابا كنحاول نصور لكم من زاويه اخرى باش نكتشفوا هذا المشروع جميع من عده زوايا ونعرفوا الاشغال فيه فين وصلات. انتما كيما الناس اللي باغي تتسول على مارشي نوار راه كاين حدا هاد الساحة على اليسار ديال فهاد الزنقة هادي، غادي نحاول ندوز حداها باش تشوفوا المكان ديال مارشي نوار المعروف في العاصمة المغربية الرباط. كيف ما تشوفوا معنا الان حنا مازال كنتواجدو على مستوى شارع مولاي الحسن وكنحاول نصور لكم اخر المستجدات ديال الساحة ديال مولاي الحسن اللي كتعرف التغطية الأشغال ديال التغطية ديال الساحة من الفوق. كيما تشوفوا معنا الآن هانتوما هاد البلاصة هادي تقريبا قربت تكمل مبقاش فيها الأشغال بزاف. الصراحة هاد المشروع هذا عطا واحد الديكور بزاف زويون بزاف، الصراحة ملي غادي يكمل غيولي واحد المنظر جميل لهاد الساحة. كيما تشوفوا معنا راه مارشي النوار هو هذا اللي على اليسار ديالنا، أنا نحاول نوريه لكم في الفيديو. كيف ما تشوفوا معنا الان هاد الساحة هادي كانت عبارة عن مقاهي، كان الناس كانت تجي تاخد كافي ديالها في هاد المكان هذا، وكانوا الكراسي هنايا في الوسط ديال المكان. المكان كامل تقريبا عامر بالمقاهي، كان عامر بالمقاهي. كيف ما تشوفوا معنا الان حنا مازال كنصور لكم من الشارع
بالقرب من شارع مولاي الحسن لأطلعكم على آخر المستجدات. هذا هو لا سي دي جي كيف ما تشوفوا معنا هنايا، العمارة ديال لا سي دي جي، لا كيس دو ديبو اي دو جيستيون. كيف ما تشوفوا معنا الآن هنايا، كنحاول نصور لكم من عدة زوايا باش نطالع المشاهدين الكرام على آخر المستجدات ديال هاد الأشغال ديال هاد الساحة اللي كتعرف التغطية ديال هاد الساحة. كيف ما تشوفوا معنا هنا الأشغال اقتربت من الانتهاء، ومدينة الرباط ولات تتعرف عدة مشاريع. هنا كنحاول نصور لكم كما تشوفوا معنا، هذا هو مارشي النوار، لأن الناس دابا في الصباح الباكر باقي ما مخرجين السلعة ديالهم كاملة كيف ما تشوفوا معنا الآن. دابا نخليكم مع واحد الجولة في العاصمة المغربية الرباط في أهم شوارع المدينة، وفي الأخير ما تنساوش تديروا لنا جيم وتخليوا لنا شي تعليق أو ملاحظة، وما تنساوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا بجديد الفيديوهات. بعد العشرة والعاشرة